السلام عليكم، كنخبركم اصدقائي وصديقاتي بالجديد ديالي بطبيعة الحال، وهو المشاركة ديال فيلمي القصير الاخر اللي صورته في الفعاليات ديال مهرجان اي صورة اللي دار بالحسيمة. والبارح حصل هذا الفيلم على جوج الجوائز، جائزة احسن ممثلات اللي حازت عليها فاطمة الركراكي وعائشة مهما، وانا فرحان بهم. ايضا كم تكريم من خلال هذا الفيلم العملاق ديالنا حمادي عمور، وهاد الممثلين اللي عطاو الشيء الكثير للسينما المغربيه وداروها في الوقت اللي كانت ليماج والصوره بالابيض والاسود، وكان بالنسبه لي ليهم هذا اوماج. والفيلم ايضا حاز على الجائزه الكبرى الوطنيه واللي كنت سعيد بها، خاصه ان الفيلم اول مره واول ظهور ديالو كان في هذا المهرجان، استقبلوه الناس وحسوا به وسرتوا بالرساله ديالو. كنتمنى انها تكون وصلت، اللي هي ان بعض الابناء كيغيبوا على الوالدين ديالهم اللي كيتلهاو مع ظروف الحياه وكينساو باللي الوالدين عطاو لك الشيء الكثير، وكيتسناو ولو زياره منهم، ولو انهم يشوفوهم هما وليداتهم نهار العيد. وفي بعض الاحيان كيتسناو على الاقل تليفون باش يقول لهم نتمنوا بابا انكم تكونوا بخير ولا ماما. شكرا لكم، شكرا على التشجيع ديالكم ومسيره موفقه، وشكرا كل اللي ساهموا معايا في هذا الفيلم القصير. نهار العيد.